ازيكم؟ الفيديو النهاردة هو فيديو من الفيديوهات اللي معظم المتابعين بتحبه، وكمية الكومنتات اللي بتطلبه كتيرة جدا. النهاردة هنستعرض أحدث أشكال وموديلات الذهب، ونشوف بعض الأسعار. وطبعا سعر الذهب زي ما قلتلكوا في فيديوهات الذهب قبل كده بيتغير من ساعة للتانية. أنا هحطلكوا أسعار الذهب في الوقت الحالي في صندوق الوصف، وللي مش عارف إيه هو صندوق الوصف لأني دايما بتسأل، هو هتلاقي مثلث صغير كده تحت الفيديو على اليمين، هتضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. كمان هحط لك رقم تليفون وعنوان المحل اللي انا مصوره فيه، لاني بتسال عليه كتير وناس كتير مش بتعرف توصل لفين صندوق الوصف اللي فيه رقم التليفون والمحل. كمان هحط لك لينكات الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده عن الذهب في اول تعليق مثبت. ويلا بينا نبتدي الفيديو. ونبتدي الفيديو بالمجموعة دي من البندورات، وهي عيار 18 من لازوردي. المجموعة اللي قدامي دي سعرها بيتراوح من 8 ل 10,000 جنيه، 11,000 جنيه. وطبعا كل قطعة لها سعرها لوحده، أو القطعة أنا مسكتها دي مثلا كان سعرها 10,660. أنتي طبعا لما بتيجي تشتري بتوزني، بتشوفي ميزانها قد إيه، وسعر الذهب في ساعة ما اشتريتيها سعره كام، والمصنعية كام. أنا بديكي فكرة عامة عن كل بيس بتتكلف كام أو سعرها كام في الوقت اللي أنا كنت موجودة فيه. ده شكل تاني من القطعة الأولانية اللي أنا مسكتها، البندورة الأولانية اللي أنا مسكتها. اللعب اللي فيها هي اللي بتختلف. دي مثلا بندورة عاملة 8,800، هي برضو لازوردي وعيار 18. دي بقى إيطالي، دي كان سعرها 9,750، ودي مصنعيتها عالية طبعا لأن هي إيطالي، دي أخف من التانيين ومع ذلك سعرها غالي شوية عشان مصنعيتها الإيطالي. طبعا مصنعيته عالية، شكلها حلو قوي وعجبني جدا، بس طبعا غالية لأن فيها مصنعية كتير. ودي مجموعة تانية من البندورات، دي مثلا عاملة 7,500، هي برضو لازوردي وعيار 18. ودي عاملة 10,500، لازوردي كمان وعيار 18. دي بقى عاملة 9,400، دي بقى مجموعة من الأنسيلات عيار 18 من لازوردي. ناخد منهم كام حاجة برضو ونشوف سعرها كام. هو الرينج في المجموعة دي بيبتدي من 4,000 ولغاية 10,000. ده مثلا عامل 4,800، هو شكل الجنيه بس مش جنيه، هو شكل بس. تاني واحد ده عامل 8,000، وطبعا زي ما قلتلكوا الميزان انت بتوزني وتشوفي دفع كام، سعر الجرام وقتها كام، والمصنعية كام. ده عامل 9,200، المجموعة دي لازوردي وعيار 18. ده مثلا عامل 6,000، ودي بقى مجموعة من الأنسيلات الخفيفة اللي بتتلبس جنب الساعة أو لوحدها كده،
دي انسيالات خفيفة قوي، دي عيار 18. نروح بقى لأطقم الشبكة، وأطقم الشبكة اللي هعرضها النهاردة هي الأطقم الخفيفة، لأن في الفيديوهات اللي فاتت عرضت الأطقم التقيلة شوية، فالنهاردة هعرض لكم أطقم شبكة خفيفة أسعارها بتبتدي يمكن من 10,000 جنيه. وأول طقم معانا ده في الفيديو ده سعره 24,500، هو ده عيار 18 ولازوردي. الطقم ده كمان لازوردي عيار 18 وده سعره 21,000. ده كمان عيار 18 وسعره 21,000. وده طقم عيار 18 ده بالحلق، ده عامل 16,400. وده كمان عيار 18 لازوردي ده ب 13,000 وبالحلق برضو. وده كمان عيار 18 لازوردي ده ب 12,500. وده عيار 18 ب 14,500. وده عيار 18 لازوردي وده ب 13,500. وده كمان لازوردي عيار 18 ده ب 18,400. وده طقم عيار 18 ده عامل 10,500. كان عنده كمان مجموعة كبيرة من الموديلات الأطقم الشبكة اللي وزنها خفيف، وطبعا عنده اللي وزنها تقيل، دي عرضتها في الفيديوهات اللي فاتت، بس أنا حبيت أعرض الفيديو عينات بس، إنما هي المجموعة كانت كبيرة جدا. ودي بقى أطقم شبكة عيار 21. كده الفيديو النهاردة يكون خلص، بكرة إن شاء الله هكمل معاك وباقي الفيديو، ويا رب الفيديو النهاردة يكون مفيد وعجبكم، وأشوفكم في فيديو بكرة إن شاء الله.